السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي متابعي قناة تيك جولد. في هذا الشرح الجديد كما ترون سيرفر الفوريفر متوقف أو غير شغال كالعادة. أريد فقط تجربة خاصية الجي ام سكرين، يعني مشاهدة القنوات عبر الهواتف من خلال سيرفر ريوبارد والاستفادة من هذه الميزة الرائعة والتمتع بباقة القوة. سنو العديد من القنوات من خلال الهاتف. لاحظوا السيرفر كالعادة غير شغال، سيرفر الجهاز منتهي، فقط لدي سطر واحد. كما دائما أقول لكم اسحبوا سطر واحد من خلال موقع ليوبارد. فقط قبل الخوض تفاصيل أتمنى منكم دعمنا بضغط زر سبسكرايب ولايك، ولا تنسوا زيارة موقعنا على الويب، وأيضا لا تنسوا زيارة بدعم قناتنا على اليوتيوب. لاحظوا كل البورتات الخاصة بجهاز الجيو 2000 كلها مغلقة، فقط بورت واحد، بورت اليوبارد شغال كما ترون. هاي البورت الخاصة بي التي أشاهد القنوات من خلالها. لاحظوا كلها الآن ستحول مباشرة، سأقوم بإيقاف أخرج إلى القناة الأوسان. هاي قناة الأوسان كما ترون، هاي القناة الأوسن تعمل بدون مشاكل في ليوبارد كما عودناكم دائما. الآن سأقوم بالتحول إلى الهاتف لكي ترون. والسلام عليكم خوتي، راني رجعت لكم. دوكا نشوفوا كيفية المشاهدة عبر خاصية الجيم سكرين من خلال تطبيق جيم سكرين المعروف والشهير. الآن سأشاهد القنوات بدون أي مشاكل كما ترون. قنوات الأواسان التي قد قمت بتفعيلها في الجهاز كما ترون، هاي القنوات الأواسان، أواسان أكشن. أنا الآن قد قمت بتفعيل ميزة الـ HD Full يعني عبر الهاتف، لهذا تشاهدون هذا الارتشاش في الصورة، ولكن القناة شغالة بدون أي مشاكل عبر التلفاز لأن الهاتف الخاص بي شغال بتقنية فول HD، والهاتف ممتلئ والرام أعتقد هناك مشاكل في الرام. عموما ها هي القناة الأواسان شغالة بدون أي مشاكل عبر الهاتف من خلال سحب صورة من جهاز التلفاز الذي أو من جهاز عفوا الريسيرفر أو الديمو أو جهاز الاستقبال، وسحب القنوات الأواسان المفتوحة أو المكسورة من خلال سيرفر ليوبارد. ربما سأقوم بتخفيض الصورة لعلها ستقوم ب بتوقف الارتجاج لأن الصورة فول HD. تعرفون أن صورة الأواسان صورة رهيبة جدا، لهذا يوجد مشكل في الصورة. كما ترون أصدقائي القنوات شغالة بدون أي مشاكل. أي المشكل في الفول HD فقط، المهم القنوات شغالة. الذين لديهم هاتف رائع يمكنهم التمتع بدون أي مشاكل وبدون أي مشاكل في الصورة، لأني الآن أعمل بتقنية الفول HD وهي تقنية عالية جدا. عموما هذا هو الشرح الخاص بنا، نتمنى دعمنا بضغط زر سبسكرايب ولايك، ودعوة أصدقائكم بضغط المشاركة أو أيقونة المشاركة في الفيديو لكي تصل إلى أكبر عدد من الأصدقاء الذين يريدون متابعة القنوات من خلال الهواتف عبر سيرفر ليوبارد المفعل في جهاز الريسيفر أو جهاز الاستقبال، وبالتالي يتمتعون بقنوات الأواسان بدون أي مشاكل والقنوات الأخرى. سأحاول تغيير ربما القمر أو تغيير إحدى القنوات الأخرى لكي نرى هل السيرفر سيعمل. مثلا سأقوم بالتحول إلى
مثلا سأتحول إلى القنوات الإسبانية، مثلا سأختار ليكا، لا ليكا أو ناسيونال جيوغرافيك مثلا هكذا. أي ناسيونال جيوغرافيك قد قام التطبيق بسحبها، سأقوم الآن بتشغيلها لكي نرى. كما ترون هاي القنوات شغالة بدون أي مشاكل. عموما هذا هو شرحنا لهذا اليوم، إلى اللقاء في قادم الشروحات. سلام.